الحقيقة النهاردة بنحب نتكلم عن موضوع مهم جدا يتعلق بالشعر أثناء فترة الحمل. جات لنا رسالة بتقول إن في سيدة بتقول إن هي لاحظت إن شعرها اتحسن جدا في أثناء فترة حملها اللي كان للمرة الثانية، وإن هي مجرد ما إنها ولدت بعدها بأسبوع لاحظت إن شعرها ابتدى يسقط جدا، وإن هي قلقانة نفسيا من هذا الموضوع. الحقيقة علشان نرد على هذا الموضوع بنقول إن الشعر ده كائن حي، بمعنى ان الشعر بيمر في مراحل نمو، في مرحلة البناء اللي فيها الشعر بيكبر بمعدل 2/10 ملي في الاسبوع، وفي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة السقوط اللي فيها الشعر خلاص عمرها الافتراضي انتهى وبتسقط لتظهر بدالها شعرة تانية، وفي المرحلة الانتقالية وهي المرحلة الثالثة اللي فيها الشعرة بتستعد انها تتكون وتبرز من جديد. إذا قلنا إن الشعر الموجود في الجسم عزيزة الأم حوالي 5 مليون شعرة، منهم في الرأس بس حوالي 1 مليون شعرة، منهم في فروة الرأس حوالي 100 ألف شعرة بس، وإذا قلنا المرحلة الانتقالية حوالي 3 شهور وإنها بتمثل من 5 إلى 10%، فبحسبة بسيطة بنقول إن الشعر بيسقط بمعدل من 50 لـ100 شعرة في اليوم. لكن الحقيقة الشعر لأنه كائن حي ففي هرمونات وانفعالات موجودة في داخل الشخص بتؤثر على هذا الشعر. فأثناء فترة الحمل هناك فعلا مجموعة من الهرمونات والتغيرات اللي بتحصل في جسمك اللي من نتيجتها في مجموعة كبيرة أو من السيدات بتلاحظ ان شعرهم بيتحسن جدا، لكن في مجموعة تانية من السيدات بتلاحظ ان شعرها ما بيتحسنش، بالعكس بيكون ازداد سوء. وبعد كده بنبص بنلاقي ان بعد الولادة الشيء الطبيعي ان بعد اليوم 40 بالظبط بنلاحظ ان الشعر الجميل جدا اللي اتكون في أثناء فترة الحمل ابتدى يسقط تماما، تبتدي الست تحس ان في تغيرات حصلت في شعرها وان ده سبب لها نوع معين من القلق النفسي بالنسبه لها. الحقيقه عزيزتي الام ده تطور طبيعي، وهذا التطور الطبيعي بيحصل ويتعلق بالهرمونات والتغيرات اللي حصلت في جسمك اثناء فتره الحمل. هذه الهرمونات الموجوده من ضمن الاعمال اللي بتعملها ان هي بتدي بريق ولمعان للشعر وبتزود من كثافته وبتزود من قوته ورونقه وقوه شده وهكذا. لكن مجرد ما انت ولدتي خلاص الهرمونات ابتدت ترجع لوضع معين وابتدى جسمك يتكون ويرجع للوضع الطبيعي اللي كان موجود فيه، فالطبيعي انه بيحصل سقوط لهذا الشعر. انما الحقيقه احنا بنقول ايه؟ ان الشعر ده لازم تحافظ عليه، بمعنى ان احنا لازم نشوفك ونشوف التغيرات اللي حصلت في جسمك، نشوف التغيرات اللي ممكن تكون حصلت في الغدد الصماء، الغده الدرقيه حصل فيها ايه؟ الغده النخاميه زادت ولا نقصت افرازاتها؟ هل حصل في مرض سكر اثناء فتره الحمل؟ هل هذا المرض تم علاجه ولا لم يتم علاجه؟ هل انت بعد انتهاء فتره الحمل وابتديتي تدخلي في حياتك الطبيعيه ابتديتي تستخدمي موانع حمل عن طريق الحبوب او بدون استخدام الحبوب؟ ايضا بنبص عليك بنشوف هل في عقاقير معينه انت بتاخديها بنسب معينه ادت الى سقوط هذا حدوث السقوط المفاجئ بالنسبه للشعر. ببص الاقي بعض السيدات بتقول ان شعر فيتامين الف، فبتاخد كميات رهيبه جدا من فيتامين الف وتعالها ان ده بيزيد شعرها جمالا. ابدا، فيتامين ألف إذا زاد عن حده بالرغم من أنه المكون الأساسي للشعرة بيؤدي إلى سقوط الشعر. أيضا إحنا بنقول لك عزيزتي الأم إن إحنا بنكشف كشف شامل، بنعرف نسبة الحديد اللي بتاخديها في أكلك هل هي مناسبة وملائمة لجسمك ولا لا، نسبة الزنك وهي من المعادن المسؤولة عن تكوين الشعر ملائمة لجسمك ولا لا، هل حصل أي نوع من السخونية أو حمى النفاس أو أي تعب بالنسبة لجسمك، هل تمثيل الغذاء للمواد البروتينية بالنسبة لجسمك لا زال بالوضع الطبيعي ولا تغير. الطبيب هو اللي بيقدر يكشف هذا الكشف، والطبيب هو اللي يقدر يحدد هذا الكشف ويقدر يديكي العلاج المناسب ويديكي النصائح الكاملة علشان شعرك يرجع للوضع الطبيعي. لكن أنا عايز أقول في نصائح عامة مهمة جدا عزيزة الأم لازم تتبعيها. النصائح العامة بتتعلق أساسا بالبداية غسل الشعر. هل أنت شعرك من النوع المدهن ولا هل هو من النوع الجاف ولا هل هو من النوع الخشن ولا هل هو من النوع الناعم؟ إذا كان عزيزتي الأم شعرك من النوع المدهن فإحنا بننصحك إنك ما تغسليش شعرك إلا مرتين في الأسبوع واستخدمي شامبوهات ممكن يفضل يكون فيها الخل أو الليمون وهكذا. إذا كان شعرك من النوع الجاف فإحنا بننصحك إنك تستخدمي كميات من الزيوت معينة وإنك ما تغسليش شعرك إلا مرة واحدة في الأسبوع إذا كان شعرك من النوع الجاف. ده بالنسبة لطريقة غسل الشعر. قص الشعر بننصحك دايما، في اعتقاد خاطئ بيقول ان بقص شعر ابني او انا بقص شعر عشان يطفى، ده اعتقاد خاطئ تماما ملهوش اي اساس علمي عندنا، وبنقول انك انت تختاري التصريحه اللي تناسبك والوقت اللي يناسبك والطريقه اللي تناسبك. الحاجه اللي بعد كده هو اللي هي طريقه شد الشعر او لف الشعر على الرولوهات او ان الست بتقلب شعرها اللي ورا على هيئه الدوامه، كل دي حاجات غير مستحبه تماما.
المشط اللي انت بتصرحي بيه يفضل ان يكون من الخشب او يكون من الابانوس او يكون من العاج وما يكونش من البلاستيك، لان وجد ان في شحنه كهربائيه صحيح انها ضعيفه جدا في البلاستيك لكن ممكن تؤثر على الشعر ونموه. ايضا بقول لك انك انت ما تستخدميش السشوار بكميات كبيره، واذا كان لابد منه يكون على الاطراف ابعدي عن الصبغات اللي فيها ميه اكسجين. لو انت كان لابد انك تصبغي ارجعي للصبغات الطبيعيه زي الحنه او المواد المخلقه اللي هي بعيده عن ماده الاكسجين الذري اللي بياكل فرط الراس. كل دي نصايح انا بديها لك. اهتمي بغذائك اللي فيه الخضروات اللي فيها فيتامين ألف اللي بتقوي شعره، والفاكهه اللي فيها فيتامين ج اللي بتغذي الاوعيه الدمويه اللي بتغذي شعرتك. اذا اتبعتي كل هذه النصائح عمرك ما هتشتكي من السقوط الفجائي للشعر، واذا حصل هيرجع الشعر للوضع الطبيعي اللي كانت عليه اللي انت بتحبي تكون فيه دايما.